أطلع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وسائل الإعلام على أعمال الرئيس الصيني سي جين بين في قمة مجموعة العشرين في تركيا واجتماع الأبيك في الفلبين، قائلا إن هذه الزيارات هي فعاليات دبلوماسية هامة قام بها الرئيس شي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الجديدة بهدف التوصل إلى توافقات وتعميق الإيمان وتعزيز التنمية، مضيفا أن المبادئ الخمسة التي طرحتها الصين للتنمية والتي تتمثل في الإبداع والتنسيق والتنمية الخضراء والانفتاح وتقاسم ثمار التنمية هي اتجاهات للتنمية العالمية وتتماشى مع مواضيع قمة مجموعة العشرين واجتماع الأبيك. كما قال إن الخطابات التي ألقاها الرئيس شي ستساعد على التنمية الاقتصادية العالمية وتقود اتجاهات التعاون الإقليمية وضخ زخم في الاقتصاد العالمي. كما أشار وانغ يي إلى أن الخطابات عززت فهم العالم وإيمانه بالصين وأثرت على التنمية الإقليمية والعالمية بشكل ملحوظ.